Alhamdulillah, يعني الناس هؤلاء يعني ما نسوا للتراث القديم. ما زال يعني العمل مستمر العقود هذا والنكشة وال يعني ما نسوها يعني قدام يعني فترة على ما قدرنا فترة بش يعني ديكور جديد ونقشات يعني الصيني هذا خرج يعني لما ضيعوا المهر هذا الحمد لله يعني جاز يعني مستمرة على ما كانت من أول. للأسف بدأت تدخل صناعات الغربية وتحديدا منها الصينية مما أثرت على كثير من المنازل، ونلاحظ في بعض المنازل بتلغي تماما القمرية، ونجد أنه هذا بيأثر على الطراز المعماري مما يأثر على يعتبر من أحد الجذب مواطن الجذب الطراز المعماري المتميز في اليمن. السواح كثيرا ما يستهوى، حتى هناك دراسات المعماريين أيضا بيأتوا متخصصين لدراسة طبيعة الطراز المعماري اليمني الفريد. ممنهج على اساس انه دماء بتراثنا العالمي، فمينا شوف الان تحولت الى صحراء، لذا نناشد الجهات المختلفه.